السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في محل طب ارتيكل بتيت من الليل، منتجات كتسهل الحياة اليومية، منتجات اللي عندها واحد القيمة مضافة سواء في ترتيب وتنظيم البيت بطريقة سهلة وبسيطة، وكما عودناكم منتجات حصرية بمحل طب ارتيكل لتسهيل الحياة اليومية. يعني الشعار ديالنا هو منتجات كتسهل الحياة، والحمد لله سباقين في هذه المنتجات. وما كنجيبوش غير هذه المنتجات، نجيبو بزاف ديال المنتجات اللي دايره ضجه سواء في مواقع التواصل الاجتماعي او عبر المواقع الالكترونيه. الا كنت عزيز عليك المنتجات اللي كتبان لك الفيديو ديالها ولا الصور ديالها اللي كتسهل الحياه في المواقع التواصل الاجتماعي، فغادي تلقايها في محل طوب ارتيكل، قلب عبشري. ان شاء الله نديرو معكم واحد الجوله في المحل ديال تيطم الليل، حنا مباشره من محل تيطم الليل. بالنسبه للسيدات اللي سولونا على العنوان، العنوان راه عندنا جوج ديال الفروع، فرع في سوق القريعه وفرع في تيطم الليل. بالنسبه للوكاليزاسيون انا غادي نوريكم اللوكاليزاسيون ديال محل تيطم الليل. حنا جينا مقابلين مسجد فاطم الزهراء، راه معروف في تيطم الليل. هذا هو مسجد فاطم الزهراء، وهذا هو حي البدر. كاين حي التوحيد، وكاين هنا المسجد فاطمه الزهراء، كتجيو مباشره. هذا هو المحل، منتجات كتسهل الحياه اليوميه. فمرحبا بكم، ان شاء الله اليوم ندير واحد الجوله في هذا اللايف. هذا اللي يدخل اللايف يحاول بارطاجي مع السيدات اللي مهتمه بالشراء عبر الانترنت، اللي عزيز عليها هذه المنتجات اللي كتسهل الحياه سواء في تنظيم وترتيب البيت بطريقه سهله وبسيطه. نبداو على بركه الله في المنتجات. السلعه يلاه جات، حنا كنحطوا فيها. كاين بزاف ديال المنتجات ان شاء الله اللي غادي نديروا لها واحد الجوله خفيفه ظريفه، باش ان شاء الله تشوفوا كاع المنتجات اللي كاينين. فما تنساوش بارطاجيو، خليو لينا الاراء ديالكم، الاستفسارات ديالكم في لي كومونتير. واش كيعجبكم هاد طريقه الشرح، ولا نزيدوا نختصروا في الكلام ونزيدوا نعطيكم ما قل ودل. فاول حاجه كنبغي نشكر كاع السيدات اللي كيتواصلوا معنا عن طريق الواتساب، عن طريق الخاص، عن طريق الصفحات ديالنا. شكرا لهم بزاف على لي كومونتير، السيدات اللي تقدموا من عندنا وصيفطوا لنا تعاليق زوينين، صور ديال المنتجات اللي خذوا من عندنا. فكل الشكر والتقدير واحترام للسيدات كاملين، ومرحبا بكم سواء القدام زبناء ديالنا القدامى او الجدد. فاول حاجه غادي نبداو بهذه الفواحه هذه، او الفرفاره اللي على شكل فواحه، فيها فرفاره وفيها فواحه. هذه كدير فيها الماء هنايا كما كتشوفوا في هذه البلاصه، هذه كدير فيها الماء، تقدر دير فيها العطر، دير فيها الزيوت، دير فيها اي حاجه بغيتي. كتخدم فيها طروا فيتاس كما تشوفوا، فيها الفيتاس الاول والفيتاس الثاني والفيتاس الثالث، وان بليس فيها الا كان فيها الماء كتخدم كفواحه، كتخرج لك هذيك الرداد ديال الماء، يعني كتعزي تعطيك البرد كثر. تبارك الله مجهده، هما كما تشوفوا تبارك الله مجهده، تبارك الله كتبرد مزيان. كدار في لي شومبر، دار في البيت ديال الدراري، ديها معاك للسفر، دار في الطوموبيل، دار في اي بلاصه بغيتي. تبارك الله مبرده، وفي نفس الوقت يعني فواحه، كتخدم فواحه ومبرده. فيها هذا اللون هذا، فيها هذا اللون هذا كما تشوفوا، شكل ديال الانيق بلا كابل، ما تحتاج اي كابل بلا حتى شي حاجه. فيها الاون والاوف، ها هو هذا اللي لور، وفيها الكابل تيب سي، يعني بلا كابل بلا شي حاجه، كتشارجا كتسالي كتعاود تشارجيها، الا ديشارجات تعاود تشارجيها. تبارك الله ما شاء الله زوينه. غنوريكم بزاف ديال المنتجات اخرين حتى هما اللي كيبردوا خصوصا في هذا فصل الصيف. وغير هذه لافونتاج ديالها انها فيها فواحه او ميم طون فيها فرفاره، فيها تروا فيتاس، فيها هذا اللون لورانج، فيها هذا الازرق، وفيها هذا الخضر هذا ملكي. تبارك الله ما شاء الله زوينه وعمليه كما تشوفوا، يعني شي حاجه اللي اللهم بارك. حاولوا ما امكن يعني نديروا لكم فيديوهات توضيحيه على هذه المنتجات باش تشوفوا كاع المنتجات اللي عندنا. المنتج الثاني اللي هو الفرفاره ديال العنق، ها هي حتى هي كتشارجا كدار في العنق، ها هي فيها كتخرج البرد من هنا من هذه البلاصه هذه، باش كي يوصل للودن ويوصل لجهه الشعر، يعني كتبرد مزيان. واون بليس فيها هنايا فيها جوج ديال لي سورتي ديال البرد، فيها هنا وفيها هنا، حتى هي كتشارجا وتسالي منها، يعني كتطفيها بضغطه زر واحده صافي كتطفى. تبارك الله ما شاء الله منتجات واعره، اللهم بارك. ان شاء الله نشارك معكم جميع المنتجات اللي ديسپونيبل دابا حاليا في المحل. كاينه هاد الفرفاره هادي حتى هي، كاين فرفارات اخرين حنا جايين ليهم ان شاء الله. اليوم هذا اللايف غادي يبقى مسجل. بالنسبه للسيدات اللي سولونا واش ممكن نهزوا لي فيديو ديالكم نحطوهم
في القناه ديالنا ما كاين حتى شي مشكل. بغيتو تهزوا لي فيديو مرحبا والف مرحبا، حنا هنا باش نتعاونوا ان شاء الله وباش كلشي يستافد. كاينه هذه الفرفاره هذه موبيل كدير معاك فيما بغيتي، لافونتاج ديالها ماشي انها فرفاره عاديه، كتشارجي بها التليفون ديالك الا ديشارجا لك التليفون ولا شي حاجه كتشارجي بها، فيها باور بانك اكسترن كما تشوفوا حتى هي فيها 3 نيفو. وتبارك الله ما شاء الله راه البرد تبارك الله بحال مخدم شي كليما كبيره تبارك الله ما شاء الله. بالنسبه للاثمنه السيدات اللي سولونا على الاثمنه، كاين هذه درنا لها الثمن زوين بزاف 149 بهذا الجوده. حنا غادي نجيو الجوده المتوسطه والجوده العاديه، هذاك الشيء ما كنجيبوش. حنا غادي نشرحوا لكم كل حاجه لاش كتصلاح، وميم طون غادي نعطوكم الجوده ديال كل حاجه، يعني حاجه مزيانه حاجه عاديه، علاش كاين تشابه، علاش كاين فرق في الاثمنه. كاين هذا الموديل هذا 149 درهم، هذا كذلك 149 درهم، وكاين هذه 120 درهم. مرحبا بك سيدي، تفضل. وسيمة شوفي السيد، كاين هذا الموديل هذا، ها هو موديل تاهو جديد. هذا لافونتاج ديالو انه يعني تيدور تيدور هكا وتيدور هكا، يعني منتج تاهو تبارك الله عملي ورائع ما شاء الله، تتحكم فيه من هنا وتيبقى يدور بواحد السهوله كما تشوفوا. ها هي تدور، يعني كتبرد لهذا الاتجاه اليمين وكتبرد حتى اليسار. فيها ثلاثه ديال الالوان، فيها الخضر فيها البيض وفيها الغوص. هذه حتى هي 149 درهم تبارك الله ما شاء الله، زوينه رائعه. الانسان اللي بغى يتبرد في هذا الجو هذا، ولا عنده يعني الصهد بزاف، ولا ما كيقدرش ينعس بالليل، هذه كتبرد لك الشومبر صغيره ولا متوسطه، كتبردها تبارك الله بواحد الشكل زوين. يعني المنتجات اللي تشوفوهم دايرين ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي او على مستوى العالم غتلقاوهم في محل طوب ارتيكل. كاينه هاد الاله ازاله الشعر الميت، ازاله الشعر بطريقه سهله وبدون الم، هذه راه معروفه كاليتي ممتازه 120 درهم. كاين هاد الراكيطات ديال الناموس والحشرات حتى هما بجوده ممتازه اللهم بارك، كاين ديال 120 درهم، كاين ديال 150 درهم، وكاين ديال 180 درهم. يعني كاع لي نيفو ديال هاد الصاعقه ديال الناموس والحشرات تلقاوها. وكاين هاد الموديل هذا حتى هو رائع تبارك الله، هذا راه كيتحل، بغيتي تعلقو كتعلقو كيتحل بهذه الطريقه، ها هو كيولي راكيطه، ها هي تتشوفوا تبارك الله. يعني كنديروا معاكم خطوه بخطوه باش تشوفوا كاع المنتجات كتولي راكيطه، بغيتي تعلقوها يعني كتجمعوها بهذه الطريقه، هذه سهله كتجمع. كاين بزاف ديال المنتجات ان شاء الله غادي نوريهم لكم، بقاو معنا حتى الاخر لايف، كاين مفاجات زوينه وكاين منتجات ان شاء الله اللي غتنال الاعجاب ديالكم. هذه بغيتي تعلقوها كتعلق، ها هي الشكل ديالها، درنا فيها واحد التخفيض زوين للكليان ديالنا والزبناء الكرام 130 درهم فقط. كاينه هذه 130، كاينه 120، كاينه 150، وكاينه 180، هذه كتعلق وكتحط بهذه الجوده. هذه دائما كنركزوا على الجوده، لان هذا الشيء فيه كوبي ديالو، فيه الهاي كوبي. كنحاولوا ما امكن نجيبوا منتجات اللي غادي تصبر معاك وغادي تدي معاك مده طويله، ماشي غادي تدي بها واحد شويه وتخسر ليك، داكشي علاش كنحاولوا ما امكن نجيبوا الجوده في هاد المنتجات. كاين هاد الروبيني فليكسيبل حتى هو داير ضجه اللهم بارك، وعملي كتحكم في المستوى ديال الماء كما بغيتي، وكتحكم حتى في الزاويه ديال الماء كما بغيتي، كيدار في لافابو، يعني كيركب اي روبيني كيركب معاه، كيركب كيكون عنده واحد الجلده ديالو، وهذا كتحكم فيه. بغيتي تغسل شعرك، بغيتي تغسل سنانك، بغيتي يعني تشرب، بغيتي تعمر شي بانيو شي سطل، اي حاجه بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم هذاك الروبيني ديال لافابو قصير شويه. هذا حتى هو فيه واحد الثمن زوين بزاف اللي هو 99 درهم فقط. نديروا واحد الجوله ان شاء الله على المحل ديال طوب ارتيكل. كاين هاد الهاشوار يلاه جات، هاهي هاشوار ديال الخيط، السيدات سولوا عليها بزاف بزاف، هاشوار ديال الخيط هاهي جات تبارك الله ما شاء الله زوينه، وفيها ليد كتحكم فيها، وفيها دراب. غنشوفوا معاكم خطوه بخطوه كاع هاد المنتجات اللي كاينين باش ان شاء الله تكونوا عارفين. اي حاجه بغيتوها مثلا سكرينيو وجيو يعني المحل، ولا صيفطوا لنا عن طريق الواتساب، راه كنصيفطوا لجميع المدن. هاهي كتجي معاها واحد ليد باش كتحكم فيها، وهذا هو الخيط باش كتجر كما تشوفوا.
الكاليتي الله مبارك نقيه هاي كما تشوفوا كاليتي زوينه، وهاد اليد هذه كتحكم فيها باش كتجر وكتطحن بصلات وما ربيع شي حاجه خفيفه بلا ما تخدم لها شوال كبير. كيجي معاه حتى هاد الدراب، ها هو اللي كيبغي يدرب مثلا شي كيك مزروبه ولا شي حاجه، كيجي معاه الدراب كتحيد هذاك هاد الموس هذا اللي كاين لداخل، ها هو، وكديري هذا باش كتدربي بطريقه سهله وبسيطه وكتوفري بزاف تاع الوقت. يعني هاد المنتجات كتسهل علينا وكتوفر علينا الجهد والوقت، وعندنا بزاف ديال المنتجات اخرين اللي ديال التنظيم وديال ترتيب البيت بطريقه اللي سهله وبسيطه. حنا ان شاء الله نشوفوا معكم كاع المنتجات اللي كاينين، ندوزوا للمنتجات الاخرين ان شاء الله. بالنسبه اللي ما كيعرفش الموقع التواصل الاجتماعي توب ارتيكل ميزون يوتيوب، توب ارتيكل ميزون تيك توك، توب ارتيكل ميزون انستغرام، وطوب ارتيكل ماروك فيسبوك. تابعونا راه كنحطوا ديما الجديد ان شاء الله. بالنسبه للسيدات اللي سولونا على لي زاكسسوار ديال الحمام، لي زاكسسوار ديال الحمام اللي ديسپونيبل دابا حاليا في المحل هما هادو، وفيهم ثمن زوين بزاف، فيهم جوج ربعة ستة ديال البياسات، البوبيل، البروسة ديال الطواليت، ديال شيشات سنان، ديال صابون ليكيد، وكاين هادي ديال دونتيفريس، وكاين هادي ديال الصابونية. فستة ديال البياسات، الألوان اللهم بارك شي حاجة اللي روعة، كتعطي واحد الجمالية ومميزة للحمام ديالك. أي لون كان عندك في الجليج ولا في ليطابي ولا هادي راه كيمشيو مع أسورتي تبارك الله. فيهم ستة ديال البياسات، كاين هاد اللون هذا داخل فيه الزرق والبيستاج وهذا المارون، كاين هذا بحال الشجيره داخل فيه شويه الموف، كاين هذا داخل فيه الباج اللي عندك الباج ولا الكري ولا البيض، كاين هذا داخل فيه شويه الكوراي وشويه التيركوا، وكاين هذا هو الست ديال الالوان، جوج ربعه خمسه تقريبا ديال الالوان، تبارك الله زوينين. الثمن زوين بزاف، 160 درهم فقط، هذو كانوا ب 199 درهم، درنا لهم 160 درهم. بورت بابي جينيك اي كوكو الغنية على التعريف، باش كتحافظ على البابي جينيك باش ما كيسردش. ثاني حاجة كتلصق بالحفير بلا فيسات، فيها هذا الشكل هذا وفيها هذا الشكل هذا، حتى هي درنا فيها واحد الثمن زوين بزاف، 120 درهم. كاين لي زاكسسوار ديال الحمام اللي ما كيسديوش نهائيا، عما كاين في اللون الاسود وكاين في الكري ديالهم. بالنسبة للسيدات اللي كيسولوا على طقم كامل اكسسوار في ست بياسات، في ديال بابي جينيك، علاقه الفوطه، علاقه شيشات سنان ديال البينوار، علاقه ديال الصابونيه، وعلاقه الفوطه طويله، يعني ست البياسات كلهم هادو الومنيوم تيصديوش نهائيا. بغيتيهم في الدوري راه كاينين الدوري الكحل، وبالنسبه للكري راه هو هذا، ها هو. بغيتيهم بياسات راه كاينين بوحدهم، بياسات كل بياسه بوحدها، يعني هذه بوحدها ديال بابي جينيك بوحدها، هذه بوحدها، هذه بوحدها، كلهم كاينين تبارك الله ما شاء الله. خليو لينا الاستفسارات ديالكم في لي كومونتير، راه ان شاء الله غادي نجاوبوا على جميع الاستفسارات ديالكم، واللي عنده شي ملاحظه ولا شي حاجه يتواصل معنا ولا يخلي لينا الاستفسار ديالو ولا الملاحظه ديالو، ان شاء الله راه غادي نجاوبوا عليهم كاملين ان شاء الله. السيدات اللي سولونا على لي كوان ديال الحمام، لي كوان ديال الحمام كاين ديال جوج طبقات في الكري، هذا الشيء راه الومنيوم تيصديش نهائيا، حنا جربناه مع العديد ديال السيدات وخدامين به، نيت في مجربان في الديور ديالنا. بغيتو الكري كاين، بغيتو الكحل، بغيتو الدوري كاين ديال جوج طبقات، وكاين ثلاثة طبقات، ثلاثة طبقات، جوج طبقات، بغيتو السامبل، بغيتو هاد المشبك حتى هو راه كاين. كاين هاد الموديل اللي فيه الزاج والألمنيوم، هنا ألمنيوم وهنا زاج، في ثلاثة هو في هو ثلاثة طبقات، في درجة طبقات. وهاد لي كوان ما كيستخدموش غير في الحمام، تيستخدمو حتى في الكوزينة، كاين اللي كينظم فيه القراعي ديال العطرية، كاين اللي كينظم فيه هادوك التويشيات ديال أدوات المطبخ، تيجيو تبارك الله راقيين وزوينين. يعني هاد الشي ديال الحمام اللي بغيتو شي حاجة ما تتصديش وما تبدلش ما تغيرش، غتلقاوها في محل طوب أرتيكل، وفيه ثمن جد مناسب. كاين هاد لي ديفيزور ديال الريحه اللي كيعطيو ريحه زوينه في الدار، ان شاء الله غادي نبارطاجيو معكم الصور ديالهم كاملين وكل حاجه والريحه ديالها، كل واحد فاش كيرتاح. يعني كاينين معطرات ديال الحمام تما راه كاينين، ندوزو ان شاء الله نشوفو المنظمات اللي تا هما دايرين ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي والاشكال ديالهم. كاين هاد المنظم اللي كيجي فوق لاشاس، وكاين اللي كيجي فوق ماكينه الصابون،
باش كنربحوا لاسباس وفي نفس الوقت يعني كنحطوا بزاف ديال الاغراض ديالنا في بلاصه واحده كيجي عبار فوق من لاشاس ولا فوق من ماكينه الصابون. بالنسبه للثمن درنا لهم ثمن زوين بهاد الجوده هذه 199 درهم. كاين الكوان ديال الحمام اللي كيلصق بلا فيسات حتى هو راه كاين ديسپونيبل دابا بجوده ممتازه جدا حيت هذا الشيء فيه لي كاليتي كما تشوفوا. هاد لومبالاج ماشي هو هاد لومبالاج ماشي هو هذا هادي شكل هادي شكل هادي شكل كتلقى فرق ديال 20 درهم 25 درهم ولكن كتلقى شي حاجه ملي كتحل البرودوي كيبان لك الفرق. كاينه شي حاجه كتلقى شي حاجه ماشي هي هادي يعني كتلقى فرق هادي فيها واحد البياس زايده هادي كتلقى الحديده ديالها صحيحه على الاخرى هادي كتهز تقول على الاخرى يعني كاين كتلقى ضروري كتلقى واحد شويه الفرق تلقى 10 درهم 20 درهم ديال الفرق. وحنا كنختاروا دائما المنتجات اللي زايده شويه في الثمن باش كيكون فيها الجوده من كتحل منتج وكتحل الاخر كتلقى يعني واحد الفرق اللي هو شاسع وكبير. بالنسبه للسيدات اللي سولونا على هذا الرشاش ها هو راجع هذا الرشاش لافونتاج ديالو انه يعني كتخشيه في السطل ديال الماء عنده واحد لاباراي هاد لاباراي هذه كتخشيها في السطل ديال الماء وكي كي يمتص الماء وكيخرجوا لك في هذا الرشاش هذا تبارك الله منتج واعر. راه حطيت الفيديو ديالو في الصفحه ديالنا ها هي لاباراي كتخدمها كتحطها في السطل ديال الماء كتخرج لك الماء. بالنسبه للناس اللي مثلا كيمشيو للبحر ولا بغاو مثلا ما يدخلوش التراب والرمله لداخل البيت ديالهم سيرتو في الصيف يعني كيخرجوا اي سطيله فيها الماء ولا بغيتي تغسل الطوموبيل ولا بغيتي تغسل شي حاجه ما بغيتيش يعني ترون الدنيا لداخل كتجيب هاد لاباري هادي كتخشيها في السطل ديال الماء كتعطيك هي كتدخل الماء كتعطيك الماء مباشره يعني منتج رائع تبارك الله الثمن 199 درهم. رشاشات ديال الحمام تما راه جاو جوده ممتازه وجوده عاديه تما راه كاينين كاين ديال الفونتيلاتور اللي كيخرج الماء قوي وفليكسيبل وكاين هاد الموديل الجديد تا هو راه كاين هذا كيبقى ب 69 درهم وكاين هذا كيبقى ب 99 درهم. كاين الفلتر ديال الماء اللي كيفلتري الماء تا هو راه كاين كاين ديال 99 درهم كاين ديال 120 درهم وكاين ديال 150 درهم. كاين هاد الموزع صابون اوتوماتيكي كتعطيه يديك كيعطيك الصابون. كاين هاد النشار اللي كيتجمع بليابل درنا فيه واحد الثمن زوين بزاف 199 درهم. كاين النشار السيدات اللي سولونا عن النشار ديال الملابس الخفيفه والمتوسطه زيوفه تقاشر بليابل كيتجمع ها هو رجع ها هو 99 درهم فقط وكيلصق بلا فيسات تبارك الله ما شاء الله زوين وعملي من المنتجات اللي زوينه وعمليه ومجربه. كاين هاد لاباراي هادي هاد لاباراي ديال المساج ديال الرجلين اللي تا هي دايره ضجه وبجوده ممتازه اللهم بارك. هادي كتساعد الدوره الدمويه باش تدور مزيان كتحيد ستريس تحيد العياء بالنسبه للناس اللي كيعيو بزاف او كيضروا من رجليهم. عندك مستوى التحكم ديالها كما بغيتي فيها تقريبا جوج ديال الالوان فيها الغوز وفيها الزرق كما تشوفوا تبارك الله ما شاء الله يعني عامل لومبالاج تبان لك الكاليتي ديال البرودوي كيفاش داير. نشوفوا المنتج باش ان شاء الله ناخذ فكره على المنتجات. كاين ان شاء الله غادي نديروا دوره على هاد المنتجات كاع المنتجات اللي كاينين ها هو المنتج كل نقطه من هاد النقط يعني عندها واحد الفعاليه على الجسم ديالنا ها لا كاليتي ديالها باش تشوفوها كيفاش دايره كتجي مع هاد لاباراي اللي كدير الوسط. ولافونتاج ديال هادي ان خصك تحط جوج رجلين عاد باش كتخدم جوج رجلين تحط جوج رجلين في دقه واحده ما تحطش غير رجل واحده ما كتخدمش كدير جوج رجلين عاد باش كتخدم تبارك الله زوينه وكينصحوا بها الاطباء ما شاء الله. ثمن درنا فيها واحد الثمن زوين بزاف غتلقاوها 200 230 درنا ليها 149 درهم فقط. كاين بزاف ديال المنتجات اخرين ان شاء الله اللي غادي نبارطاجيو معكم. كاين هذا المصلوح هذا المصلوح تبارك الله زوين جربناه كيسخن مزيان عكس المصلوح العادي عكس هذا ما كيسخنش مزيان حيت جربناه حنا مولفين مع الكليان يعني الوضوح والمصداقيه في هذه المنتجات هذه. هذا ما كيسخنش مزيان جربناه وقع لينا فيه بزاف ديال المشاكل ولينا اضطرينا اننا نحيدوه حبسناه من البيع. وبالنسبه لهذا تبارك الله يعني ما شاء الله فيه آلة إزالة التحباب
وفيه مصلوح وتيسخن مزيان صغير الحجم دي معاك فيما بغيتي. يعني اوليو يكون عندك مناسبه ولا عندك شي خرجه برا ولا غادي لشي بلاصه ولا هادي يعني ما كتلقاش الوقت باش غادي تمشي عند المصبانه وكياخذ لك وقت وداك الشيء. اللهم كيكون عندك مصلوح خفيف كتصلح به لك القميجه ولا الفوقيه ولا العبايه ولا الجلابه اللي بغيتي وكتقضي الغراض يعني بسرعه. اي حاجه كتوفر لنا الوقت وتوفر لنا الجهد يعني منتج كيسهل لنا الحياه غتلقاو عندنا في محل طوب ارتيكل وبثمن جد مناسب. الثمن ديال هذا 149 درهم فقط بهاد الجوده كما قلت لكم. دائما كنوصيو على الجوده لان هذا الشيء كتلقى فيه بروميان دوزيام تروازيام حتى سانكيام شوا. كاينه مساحه الدجاج العاديه والمزيانه كاينه ديال 80 وكاينه 99 درهم جوده ممتازه. الكريك ديال الثقل باش كديبلاسي اي ليزار على جميع المنتجات. كاين هاد الاله ازاله الجلد الميت فيها بزاف ديال الموديلات. كاين هاد الموديل هذا جا زوين ما شاء الله زوين كاليتي ممتازه 149 درهم. كاين هذا اللي بحال القلم حتى هو اله ازاله الجلد الميت 99 درهم. كاين هاد البي دي فاك المعروفه فيها جوج ديال لي كاليتي كاليتي ممتازه 130 كاليتي العاديه ب 80 درهم. كاين الميني اسبيراتور الاماكن الصعبه والكوليس ديال الشراجم باش كتحيد الاطربه بطريقه سهله وبسيطه الثمن ديالها 100 درهم. كاين هاد لاسبيراتور ديال الافريشه والوسائد وفيها جهاز تعقيم الاشعه الفوق بنفسجيه باش كتعقم يعني هذوك البكتيريا ما كتشافش بعين المجرده. الثمن ديالها زوين 199 درهم بهذه الجوده وتبارك الله حاره. كاين الميني كليم ميني كليماتيزور ها هي فيها الشكالات كاين اللي فيهم الفواحه اللي كتخرج هذاك الرداد وكاين الموديل العادي كما تشوفوا. هذا الموديل فيه الفواحه هذا الموديل فيه الفواحه وكاين هذا الموديل كيخرج غير البرد بارد. دائما كنركزوا على الكاليتي كاينه 150 كاينه 199 وكاين الموديل العادي اللي بحال هذا كيشبه لهذا عادي يعني البرد تيخرجو عادي ما كيخرج هذاك البرد زوين بارد كتحس به بارد كيخرج فرفارة عاديه وغير هو في هذا الشكل هذا 120 درهم. ولكن هذيك ما صراحه ما كنصحش بها. هذا الموديل هذا الا بغيتو تاخذوا خذوا هذا الموديل ولا هذا الموديل تبارك الله زوين. بغيتو بالفواحه راه كاين هادو 199 درهم تبارك الله زوينين وكاين هذه ب 150 درهم. يعني هذا الوقت ديال الصيف هذا هو الوقيته ديالهم باش انسان كيستمتع بهذاك البرد ولا مسافر شي مدينه فيها الحراره يعني كيدي معاه هذه في الطوموبيل في لي شومبر في اي بلاصه بغيتي. واحد الطريقه اللي ما كتكلفش لك يعني بزاف وفي نفس الوقت يعني كتعطيك واحد القيمه كبيره. كاين منظمات ديال المطبخ منظمات ديال لي بلاكار حتى هما حنا نجيو ليهم ان شاء الله. منظمات هادو كاين في البيض وفي في الاسود 99 درهم. كاين هذا الموديل هذا 250 درهم فيه ثلاثه فيه هاد الطبقه وفيها الطبقه وفيها الطبقه هذه. كاين منظمات تاع الصباط ان شاء الله غادي نرجعوا ليهم نشوفوا نديروا دوره في المحل باش نشوفوا كاع المنتجات اللي كاينين وديك الساعه راه غادي الا عندكم شي استفسار ولا شي تساؤل راه ان شاء الله نجاوبوا عليهم. كاين هاد المنظمات اللي ديجا بارطاجينا في اللايف اللي فات ديال تقاشر زيوفه يعني باش كتمشي للحاجه ديريكتومون كتنظم بها لي بلاكار فالحجم الصغير والحجم الكبير. وكما قلت لكم راه كاين الجوده كاين فرق في الجوده. انا غادي نوريكم الفرق باش تشوفوا تانتوما كاع هاد المنتجات اللي كاينين وتعرفوا الفرق ما بين كل حاجه وحاجه. كاين هادي وهادي غيبانوا لكم بحال ها هما كما تشوفوا. هادي ها هي الشكل ديالها حتى هي مقسمه هادي حتى هي مقسمه. هادو الا رديتوا البال ها هي مخيطه من هنا شتي مخيطه والتوب ديالها مختلف على هذا. هادي ما مخيطاش ما فيهاش هاد الباندا هادي. وهادي ها هي خفيفه وهادي تبارك الله التوب تحس بيه يعني توب قاصح يقدر يتصبن يقدر كلشي. كاين 29 درهم كاين 39 درهم وكاين الحجم الكبير 49 درهم. هما متوفرين الان محل طوب ارتيكل. كاين هذا الكرسي هذا اللي ديال الجامع كاين اللي كيضروا ظهره مثلا كيبغي يقرا القران في الدار ولا هذيك كيبغي يجلس في الارض في الصلايه وكيبغي مثلا يقرا القران
يتكى على شي حاجه، هذا كتحكم فيه يعني كدير البوزيسيون اللي بغيتي وكيتفيكسا بحال كرسي. بغيتي تسرحو راه كتسرحو، ما كيشدش لي سباس. كرسي تبارك الله زوين فيه الالوان، الثمن ديالو 149 درهم. كاين مانع الحشرات وسرق الزيت والغبار من التسلل داخل البيت. فيه الموديل العادي ديال 30 درهم، فيه ديال 40 درهم، فيه ديال 60 درهم، وفيه ديال 99 درهم. كاليتي ممتازه، صبن ورد يعني. ها البروميان، ها الدوزيام، ها التروازيام، شوفوا اللي ارتاحيتو فيهم كلشي كاين الحمد لله. يعني اللي بغى شي حاجه راه كاينه ديسپونبل حاليا. كاين الشار ديال الالومنيوم اللي كيتزاد وتنقص، اللي كيتجمع بوحدو، فيه العبار 60 80 مترو، حتى هو متوفر. كاين هذا جفاف فريغونا شكل جديد وماشي كبير بزاف، يعني الحجم ديالو بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش لي سباس. ها هو جبناه حتى هو بثمن زوين بزاف، 170 درهم. تبارك الله ما شاء الله، عملي وكيجمع الماء وكديرها بلا ما تمس الجفاف بيديك. كاين الجفيف العاديين اللي مولفينهم بسطوله، كاين الحجم الصغير وكاين الحجم المتوسط وكاين الحجم الكبير، وكاين هاد الجفيف هادو اللي كيجمعوا الماء. حتى هما راه كاينين جفاف مثلث ديال الاسطح، 130 درهم، جوده ممتازه. كاين هذا ديال القرعه، كاين هادو اللي كيجمع الماء، فيه لي كاليتي. كاين 100 وكاين 130 كاين 150. كاين الشباكي ديال الالومنيوم اللي ما تيصديوش نهائيا، فيهم الشكل اللي كيتعلق وفيهم الشكل اللي تيتحط. بغيتو ديال الاينوكس هما راه كاينين، حنا كننصحو بهادو ديال الالومنيوم لانهم هما اللي ما كيصديوش نهائيا. وكاين الشكل الجديد ديال الشبكه ديال الالومنيوم فوق البوطاجي، هذه يعني تبارك الله ما شاء الله فيها الباب ديالها اللي راه ضجت هي في مواقع التواصل الاجتماعي. ها هي في محل طوب ارتيكل بسوق القريعه وتتملين، الثمن ديالها 599 درهم. كما قلت لكم حنا ان شاء الله غنديروا واحد الجوله على المحل، وكل حاجه غادي نبارطاجيو يعني الشكل ديالها وتشوفوا الصوره هكا واضحه. عجبتكم شي حاجه سكرينيو، ديروا كما قلت لكم ثلاثه صبيعات الناس اللي عندهم الاوبو، يديروا ثلاثه صباع غادي يهبطوا على الشاشه غتسكريني لهم لهذيك الصوره. سينو غادي توركوا على زر الاقفال وزر يعني زياده ديال الصوت، غادي تسكريني لكم هذاك البرودوي اللي بغيتو، وغتجيكم ساهله ملي غتجيو للمحل غتذكروا هذاك الشيء اللي كان عاجبكم فاش كنتو كتفرجوا. يعني بزاف ديال السيدات كيجيو للمحل كيتلفوا كيشوفوا تبارك الله بزاف ديال المنتجات، يعني ما كيبقاوش عارفين شنو، ما كيعقلوش شنو بغاو. يا تقيدي في شي وريقه على هذوك المنتجات اللي بغيتي، يا تسكريني من تجي المحل، ولا بغيتي نصيفطو لك راه نصيفطو لك. كاين هاد الباك سوفيد اللي فيه 10 ديال البياسات باش كتربح لي سباس دير فيهم المانط الكوفرلي، لان كنعرفو المانط الكوفرليات ما كنحتاجوهمش فهاد الصيف، كنبغيو نخبيهم هما كيشدو لينا لي سباس. هاد الساشيات كيخزنوا لينا وكينقلصوا لينا من الحجم ديال المانط ولا الحوايج، او مسافر من مدينه لمدينه ولا من البلاد لبلاد كنبغي نجيب معايا الحوايج، يعني كنشدهم كنخشيهم في هاد الساشيه كنبريسيهم سواء بلاسبيراتور ولا غير مانويال. لا عندي لاسبيراتور ولا عندي ان مانويال. بغيتي لاسبيراتور صغيره راه كاينه عندنا، هي اللي دوزنا في اول لايف. بالنسبه للباك راه فيه ثمن زوين، 149 درهم، فيه 10 ديال الساشيات وفيه البومبه ديالو، يعني تبارك الله ما شاء الله منتجات عمليه ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. هاد السيليكون ديال الاير فراير بجوده ممتازه، 30 درهم اللي كيدار وسط الاير فراير باش كتبقى لينا هذيك الطاسه ديال الاير فراير نقيه، وفي نفس الوقت يعني يعني كتحافظ لينا على الاكل بواحد الطريقه اللي زوينه. 30 درهم حتى هي متوفره. بالنسبه للعصارات ديال الليمون اللي كيطلعوا وتيهبطوا فيهم جوج ديال الانواع، كاين شفنا دابا مؤخرا كاين خرج واحد الموديل اخر ب 100 درهم، ولكن الموطور فيه عيان. كنصحكم بالجوده المزيانه ولا الجوده المتوسطه. الجوده المتوسطه 149 درهم، الجوده الممتازه 199. كاينه وحده ب 100 درهم ولا 110 درهم، ديري لا ما كنصحكمش بها، يعني غادي تديوها ما غاديش تعجبكم في الخدمه. كاين هاد العصارات هادو ديال البورتابل تا هما زوينين، 99 درهم كاس ديال البلاستيك،
وكاين الكاس ديال الدجاج 120 درهم. اما كيبانوا بحال بحال ولكن الا حطيتي وحده حدا وحده كيبان لك الفرق. هذه كاس بلاستيك وهذه كاس ديال الدجاج. الحمد لله حنا سباقين في هذه المنتجات وحنا كنديروا يعني كتوضيح للسيدات اللي كيشوفوا المنتجات انهم كيتشابهوا كيلقاو فرق في الاثمنه، باش كنبينوا كل حاجه. هذه بثمن وهذه بثمن، هما بحال بحال كيبانوا، ولكن ملي تتقلب هذه كتلقاها زاج، هذه بلاستيك. كما قلت لكم سابقا راه ضروري كتلقى واحد شويه ديال الفرق، ضروري ملي كتحل لومبالاج كل وحده من حاجه كتبان لك لومبالاج. نعطيكم مثال بهاد العصاره، هاي هذه نيت، الا لاحظتوا تلقاو هادو، هذه الدجاج ديالها كلاغ وهذه الدجاج ديالها مغلوق لومبالاج. هاي الدجاج هذه مغلوقه، هذه كلاغ، فهمتي؟ يعني كتلقى كوبي كولي. والشينوا راه كيصايبوا لك اي كاليتي بغيتي، بغيتي الجوده ممتازه كاينه، بغيتي ناقصه في الثمن ناقصه في الجوده. وحنا كنحاولوا ما امكن نديروا اثمنه مناسبه للمنتجات اللي عندها جوده عاليه. كاين ميني هاشوار صغيره ديال الثوم روشارجابل، كاين ديال الخيط، هذه صغيره ديال الثومه، والموديل اللي وريتكم قبيله هو ديال هو شي حاجه كبيره، مثلا بصله تقطعيها على جوج وتلوحيها، ولا ربيع ولا اي حاجه، يعني تقضي لك الغرض بطريقه سهله وبسيطه. كاينه هذه اللي كتحكم فيها كتلوح اي مكون هنا بغيتي، الربيع الخضره بغيتي مثلا الثوم، اي حاجه بغيتي يعني تقطعيها بواحد الطريقه سهله. روشارجابل حتى هي 99 درهم، كتقضي لك الغرض. بالنسبه للسيدات اللي كيحكوا مثلا بالحكاكه عاديه وكيضرهم يديهم، هذه صالحه كتلوح فيها اي حاجه دغيا كتحل لك ديك الحاجه اللي بغيتي. كاين العصاره اليدويه ديال الليمون، فيها هذا الموديل هذا وفيها هذا الموديل هذا، كاين هذه ديال البلاستيك وكاين هذه ديال الالومنيوم، هذه 130 درهم وكاين هذه 99 درهم. كاين اله ازاله الهواء من الاكياس البلاستيكيه، فيها حتى هي لي كاليتي كما تشوفوا، كاينه كاليتي ديال 100 درهم، كاينه الكاليتي ديال 130، كاينه الكاليتي ديال 180، اللي بغيتو كاين. يعني باش حتى السيدات يكونوا يعني فاهمين وعارفين، حتى يلقاو بزاف ديال المنتجات كيعرضوهم بعض المحلات تيقول لك هذه عندي ارخص ثمن، وهي راه كيجيب غير الكاليتي العاديه وكيبغي يدير بها لاكخوش، يعني بحال الصناره الطعم باش يبيع منتجات اخرين ويربح فيهم. هذيك الخدمه ما كنديروهاش، انا كنحاول ما امكن نبينو للكليان. كاينه العاديه المتوسطه المزيانه، باش كيكون الانسان فاهم وياخذ القرار اللي بغى. بغى العاديه ياخذها، بغى الحاجه مزيانه راه حاجه مزيانه كتكون بثمنها، الرخا والجوده راه ما تيتلاقاوش. كاينه 130 180 وكاينه 100 درهم. كاين في هذا الموديل هذا حتى هو 180، تبارك الله مزيان، كيجيو معاهم الساشيات ديالهم، كربحوا بهم ليسباس وسط الخزائن والبلاك عفوا الثلاجه والفريزر، كربحوا بهم ليسباس وكيحافظوا على القيمه الغذائيه ديال الماكله لاطول مده ممكنه. كاين المنظمه ديال السوليفيي، منظمه الفرن، منظمه ديال القراعي، منظمه ديال لي كابسيل ديال القهوه، كاينه قطعه ديال الدلاح كتهبط عليها دقه وحده كتقطع لك الدلاحه بشكل احترافي. كاين المنظمات هادو اللي بلا فيسات حتى هما كيتحطوا، حتى هما زوينين 120 درهم. منظم بابي الومنيوم، بابي سيلوفان، بابي ابسوربون، فيه ثلاثه ديال الانواع، فيه 99 درهم، 130 درهم، كاين 150 درهم، يعني اللي بغيتي تبارك الله راه كاين. كاين منظمات ديال المجوره اللي بغا شويه كبيره برجلين، ها هي راه باقين، كاينه الكبيره وكاينه الصغيره ديالها، وكاين هذه اللي كتجمع ديال الخراجات و غادي للبحر، غادي للغابه، غادي لاي بلاصه، ها هي بليابل كتجمع وما كتشدش لاسباس، تبارك الله زوينه والحجم الكبير. كاين هاد المنظمات ديال المجوره تيداروا في وسط المجوره كي معالق الفراشات الماس، منظمات ديال لي بلاكار هادو باش كتزيد واحد الطبقه اخرى، مثلا هنا كديرها هنا كتجي بحال الشكل هذا، كتولي يعني بحال كتربح واحد الطبقه 49 درهم، تبارك الله ما شاء الله زوينين. كاين هاد المنظمه هادي حتى هي تدار وسط الليفيي، ها هي الله جبناها بلاستيك حتى هي تبارك الله زوينه. كاين ليغات ديال هاد المشعرين باش كننظفوا الاواني حتى هي راه كاينه، جلده السيليكون ديال العجين اللي فيها العبار القياسات، ها
هي حتى هي راه كاينه فيها الحجم الكبير والحجم الصغير. هي فيها الالوان، فيها القياسات، وبغيتي ديري دوره صغيره ولا دوره عجينه صغيره ولا على حسب الدوره اللي بغيتي، صغيره ولا متوسطه ولا كبيره، الخبز، البيتزا، المسمن، المهم كتعطيك الدوره اللي غادي تدوري فيها. وهنا عندك القياسات، وفي نفس الوقت يعني كتديري العجين فوق البلاصه اللي كتكون نقيه باش داك العجين تبقى نقيه، يعني بروفيسيونال، يعني شي حاجه اللي زوينه كتخدم وانت هي مرتاح وسط الكوزينه. كاين اللي قات كما قلت لكم حتى هما راه كاينين، كاين اللي قاد الفران سيليكون ومبطنين من الداخل توب، هما حتى هما راه جبناهم. كاين الطوال اللي بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو كما تشوفوا، يعني تبارك الله كاين منظمات زوينين. كاين هاد المنظمات ديال الملابس الداخليه 3 بياس كيدار وسط لي بلاكار، حتى هما راه موجودين القطاعات بالانواع ديالهم الاشكال ديالهم كاينين. كاينه هذه ديال القليه كطيب القليه بخاره ديال الخضره، يعني كاين تبارك الله ما يدار. حنا ندير ان شاء الله ندير واحد الجوله في محل طوب ارتيكل باش تشوفوا كاع المنتجات اللي كاينين. كاين هاد السليلات ديال الفريت في الحجم الكبير وكاين الحجم الصغير، ها هما كيدار فيهم فليت، كيتحط كل واحد يعني بوحدو في الطبيله بحال شي ريستو في الدار، كتحطي كل واحد كطيبي الفريت وتبريزونطي ليه هنايا، كل واحد كياخذ يعني الباك ديالو، كتجي واحد ديكور زوين وكيعجبهم الحال، مالين الدار تعجبهم الحال. كما تشوفوا ها العاديه كاينه هذه وكاينه كاليتي ممتازه، هاي يعني من الشده كيبان لك البرودوي كيفاش داير، الا شديتي هذا وشديتي هذا يبان لك الفرق. كاينه الغساله ديال الكيسان، هاد الشيشه ديال الكيسان فيها الفونتوزات كتلصق باش كديري فيها الكاس هنا وكدوريه كتغسليه، يعني شي حاجه اللي مزروبه وعمليه دغيا. حتى هي كاينه لي بلاك اللي كيتحطوا فوق الطبله باش كيتشويو فيهم ولا كطيبوا فيهم، وفيها زر ديال التحكم، بغيتي تحكمي في درجه الحراره اللي بغيتي، بحال المسمن ماشي هو البغرير، ماشي هو اللحم، ماشي هو الستيك، ماشي هو الاومليت، يعني كتحكمي في درجه الحراره اللي بغيتي. كاين فيها العبار الصغير 70 سنتيم وكاين ديال 90 سنتيم، جوج عبارات 70 سنتيم وكاينه 90 سنتيم كما تشوفوا. يعني تبارك الله ما شاء الله، كاين تبارك الله لو شوا في محل طوب ارتيكل، سواء هنا في محل تيطم الليل، لان هنا كاين تبارك الله اتساع، يعني تقدروا تجيو وتشوفوا وتكتشفوا على خاطركم، تشوفوا المنتجات. ودائما كنوصيكم سكرينيو باش تكونوا عارفين المنتجات اللي بغيتو. محل ديال القرعه فيه نفس المنتجات، غير هو ما كاينش هاد الكم بحال هكا تبارك الله ديال السلعه، يعني كاين المنتجات، كاع المنتجات كنحطوهم هنا وهنا، اي حاجه بغيتيها سكرينيها وصيفطي لينا في الواتساب نقول لك واش كاينه ولا ما كايناش في القريعه. سواء جيتي المحل تطمن لي راه غتلقاي المنتجات كاملين ان شاء الله، وغادي تشوفي بكل اريحيه. مرحبا بكم محل سوق القريعه ولا تطمن لي. كاين هاد المنظمات هادو ديال البلاستيك، هما كاين هاد الصغار هادو فيهم البيض وفيهم هاد الكري هذا، كاين هاد المنظم هذا حتى هو كما تشوفوا بارك الله زوين. كاين هذا البوبيل اللي كتجمع حتى هي راه كاينه متوفره. كاين هاد المنظمات هادو ديال الطباسل كيدار وسط لي بلاكار. كاين هاد البرودوي هذا ديال الزريعه، كدير الزريعه هنايا وكدير التليفون وكتلوح الزبل هنا باش مترونش الدنيا، تبارك الله زوين حتى هو زوين. قريعه ديال الماء حتى هي كاينه. كاين هاد القراعي 4 بياس بالسيبور ديالهم، سيبور انير كيحافظ عليهم باش ما كيتهرسوش، الا حطيتي هادو بوحدهم يقدروا يتهرسوا، الا حطيتيهم السيبور ديالهم كيبقاو نقيين وزوينين وعاطين واحد الديكور واعر. ليلوج ديال السيليكون بالانواع ديالهم الاشكال ديالهم، ماس ديال الكوزينه حتى هما راه كاينين. القراعي ديال العطريه بالاشكال ديالهم الانواع ديالهم، لي هاشوار على الانواع ديالهم الاشكال ديالهم كاينين تبارك الله، وموتور مجهد تبارك الله بجوده ممتازه. كاين الماس هادو حتى هما زوينين وعمليين، اينوكس تيصديوش ما تيتبدلوش نهائيا. منظمات ديال القطنيات اللي كيهزو 10 كيلو، بغيتي تعلقها كتعلقها، بغيتي تحطها كتحطها. كاين المقله اللي فيها 4 ديال البيض ديال الكريب ديال البيض ديال اي حاجه يعني صغيره، ساندويش ولا اي حاجه
تما راه كاينين مقالي ديال الكريب اللي ما كيلصقوش غرانيت، وكاين البارا ديال الاينوكس اللي كتهز الكاسرونات و... وكتهز ليلوش وتهز لك اي حاجه فيها الكحل وفيها حتى هذا الاينوكس هذا. يعني تبارك الله ما شاء الله كاين لو شوا في محل طوب ارتيكل، كاين بزاف ديال المنتجات اخرين. كاين هاد الشريط اللي كيجي في لافابو كيدور بلافابو باش كي يمنع تسرب الماء باش ما كيطيحش لتحت، وفي نفس الوقت يعني كيحيد هذاك كيكون هذاك بحال الاوساخ مجموعين في الجنب ديال لافابو. كدير هاد الشريط هذا لاصق كيدور بلافابو وكيلصق فيه مزيان. كاين الشريط اللاصق ديال دوفاس باش كتعلق اي حاجه في الحيط بدون حفر الحيط، في الجوده الممتازه والجوده العاديه. الاثمنه راه باديه من 29 درهم حتى 90 درهم على حساب الكاليتي، بغيتي الكاليتي المزيانه بغيتي الكاليتي العاديه. كاين هاد كاش طواليت جيطابل ها هو فيه 50 بياسه ب 80 درهم. هادو ديال الثلج تما راه كاينين، نديرو دوير على هاد البياسات هادو باش نشوفو كاع المنتجات اللي كاينين، وان شاء الله اللايف غادي يبقى مسجل باش الى ما عندكمش الوقت دابا ترجعوا ليه ان شاء الله فاش تكونوا في الدار تيتغوبوزي تاخذوا قهوه وتفرجوا على خاطركم. علاقات ديال الطاليان كيشدوا مزيان بلا حفير وكيشدوا تبارك الله مزيان، وكاين هاد العلاقات هادو تيدخلوا وحده في وحده فاش كنلصقوا الطابلوات. هنا عاوتاني عندنا بريمير شوا عندنا دوزيام شوا، بغيتي بريمير شوا كاينه بغيتي دوزيام شوا كاينه، ها هما كيتشابهوا بحال بحال ولكن لا كاليتي تختلف. كاينه ليغا ديال الفران فضل ان شاء الله كما تشوفوا، هذه كاين هاد الليغا هادي حتى هي زوينه ما شاء الله. وكاين هادو اللي بحال كتهزي بها شي حاجه سخونه، ليد كدير في ليد ديال الطنجره ولا ليد ديال شي حاجه سخونه، كتخشي وحده من هنا وحده من الجهه الاخرى صافي كتهزي بها، يعني تمشيات واعرين اللهم بارك. كاين هذه الغساله ديال القرعه فيها هاد القياس هذا وفيها هاد القياس هذا. كاين هاد المنتج اللي سولوا عليه بزاف ديال السيدات، هادو هما اللي تيداروا قناه ديال الطبله باش كيتجنب الاصطدامات المفاجئه للاطفال، كيضرب الدري راسو مع القند ديال الطبله تيتجرح لا قدر الله، هاد القناه تيلصقوا باش واخا تيضرب راسو مع الطبله ما كيتقصح ما والو. 25 درهم يعني كاين تبارك الله ما يدار. كاين منظمات ديال القطاني هما موجودين 130 درهم حتى هما راه كاينين. كاين بزاف ديال التويشيات اخرين فواحات، كاين المنظمات هادو ديال الخضروات والفواكه بالاشكال ديالهم الانواع ديالهم. هادو ديال الكلاص ديال بولو دراري صغار، شباكي ديال الخبز. كاين لي سانتر حتى هما راه جبناهم كانوا ما بقاوش. كاين هاد الفلتر ديال الروبيني حتى هو فليكسيبل حتى هو راه جا من جديد. كاين عندنا هاد المنظمات اللي تيداروا وسط لي بلاكار، درنا عليهم فيديو وحطينا الصور ديالهم، منظمات ديال السراول ها هما تبارك الله شكل انيق اللهم بارك، شي حاجه اللي روعه. ثمن 70 درهم فقط، هادو درنا لهم حتى ثمن زوين بزاف، كانوا ب 120 زدنا نقصنا فيهم 99 درهم. وكاين الطابيه دو بياس اللي كتشرب الماء، بغيتيهم بوحدهم كاينه ها هما الطابيات كما تشوفوا. كاين هاد لاكاليتي 60 درهم، وكاينه هاد لاكاليتي 50 درهم، ما حتى هما كيبانوا بحال بحال ولكن الا قلبتي لاكاليتي ديال هادي وقلبتي لاكاليتي ديال هادي يبان لك الفرق. شيون يعني مساله راه واضحه دابا ولات واضحه لينا. كاين هاد الطابيه العجيبه اللهم بارك كما تشوفوا حتى هي 5 دي ابسوربون 60 درهم، كاليتي ممتازه صبن ورد. طابليه اللي فيها الفوطه في جناب 30 درهم. كاين ماكينه الصابون اللي كتجمع ها هي، وكاينه هذه اللي فيها النشافه، كاينه هذه 400 درهم كانت ب 500 درنا لها 400، وكاينه هذه ديال 600 درنا لها 499 درهم. علاقات ديال الالومنيوم حتى هما متوفرين حاليا ما كيصديوش نهائيا. كاين هذا الموديل الكري ديال 65 درهم، وكاين هذه 99 درهم هذه النحاسيه. عجلات ديال ماكينه الصابون حتى هما راه متوفرين كما وضحت لكم، بريمير شوا دوزيام شوا العاديين ب 100 درهم، الكاليتي الممتازه 150 درهم. ها هما كيبانوا بحال بحال ولكن لا كاليتي تختلف من بلاصه للحاجه لحاجه. كاين منظمات ديال الفوط
الفوطات الومنيوم حتى هما ما تيسديوش نهائيا. اما منظمه ديال فوق لاشاس ها نتوما شوفوا هذه ها لومبالاج الثالث، كنت وريتكم في البدايه ديال اللايف هاد لومبالاج، كاين هاد لومبالاج، كاين هاد لومبالاج، وكاين هاد لومبالاج هاو. يعني كل كاليتي كتلقى واحد الفرق ديال 20 درهم 25 درهم، ولكن ضروري كتلقى الفرق، كاين فرق ضروري كتلقى واحد شويه الفرق. يعني كاين بزاف ديال المنتجات ان شاء الله اللي غتنال الاعجاب ديالكم في محل طوب ارتيكل. كاين هاد الميني اسبيراتور، هادي بغيتيها تكون طويله كتكون طويله، بغيتي تنقصها راه كتنقصها، كتحيد هاد الجعبه هادي كتولي ميني اسبيراتور صغيره، كتركب هادي مع هاد الراس هذا، ولا كتخلي غير هادي بوحده حتى هي الكوليس ديال الشراجم بحال هادي. يعني تبارك الله ما شاء الله كاين واحد التنوع محل طوب ارتيكل. الا بغيتي تقضي الغرض تاخذ منتجات اللي كتشوفها في الانترنت وكتخاف انك تشري واحد الحاجه وتوصلك حاجه اخرى، اليوم عندك الفرصه بمحل طوب ارتيكل، كتقلب عابش كتشري ونتايا مرتاح. كاين الشريط اللاصق لمنع تسرب الماء حتى هو راه كاين توفر، السماطي ديال الظهار، يعني كاع المنتجات اللي غادي تحتاج واللي عندها واحد القيمه مضافه، يعني ماشي غتشريها ديكور، يعني ماشي ماعن وماشي اواني منزليه، هادو منتجات يعني ضروريه في الحياه ديالنا تتحتاجهم تتحتاجهم، سواء كنتي خارج مديبلاصي خارج البيت ديالك ولا داخل البيت ديالك. مصابيح بدون لمس تما راه كاينين، كاين هذا الموديل هذا درنا ليه واحد الثمن زوين بزاف 99 درهم، موديل جديد ديال هذا الاول حتى هو بالتيليكوموند وكيخدم بلا لي كابل بلا حتى شي حاجه. الجرس الا بغيتي شي جرس مثلا كنتي عندك بريميان ولا دوزيام ايطاج وبغيتي تصوني على شي واحد يعني تقول ليه هبط ولا تعلمو اشعار، كتركب هذا وكتدير هاد لاباراي حداك، ولا شي واحد مثلا الله يشافي الجميع كيكون مريض وكيبغي شي واحد اللي يصوني عليه بالليل، فهمتي كيدير هاد الجرس حداه، اون فوا كيصوني عندك الجرس يعني كتعرف هذاك الانسان راه باغيك ولا طالبك، يعني كتمشي عنده مباشره، ما يقدرش يهضر وما يقدرش يغوت ولا ما يقدرش يعيط لك في التليفون، كيكون في مثلا غير شومبر حداك كيصوني عليك بحال داكشي ديال لي كلينيك وسبيطارات وداكشي، كتصوني عليه كيجي كتعرفو انك انسان محتاجك كتقدم ليه يد المساعده. يعني منتجات كتسهل علينا الحياه. كاين منظمه ديال الملابس بالاشكال ديالها والانواع ديالها، فمرحبا بكم. كاين بزاف ديال المنتجات، كاين هاد المصابيح بالحس بديتيكتور غير كدوز كتشعل كتدارو في الداخل ديال لي بلاكار، غير اون فوا كتحل البلاكار كي كتشعل الضو، او لا كيداروا تحت الناموسيه باش اون فوا كيبغي يشرب شي واحد ولا ينوض بالليل كيعطيه بعدا الضو كيعرف فين يحط رجليه ما يتعكل ما يطيح ما والو. يعني تبارك الله ما شاء الله كاين منظمات عمليه وزوينه. كاين هاد الخاميه تاع الناموس كتسع لشخصين حتى هي راه كاينه. كاين بزاف ديال التويشيات اخرين، ننتظروكم ان شاء الله في محل طوب ارتيكل. كاين منتجات واعرين، صفاي ديال الاينوكس ما كيسديش نهائيا، في الحجم الصغير والكبير والمتوسط خمسة ديال الاحجام، البرا ديال سرق الزيت افيكاس حتى هي دقه بطل الله مبارك. كاين تبارك الله كاينه مكانه 3 دي ها هي حتى هي الله جبناها، كان سال لينا ستوك فيها ها هي الله جبناها من جديد، فيها ثمن زوين الحجم الكبير 120 درهم، فيها ارقام عاديه وكاين ارقام رومانيه كما تشوفوا اللهم بارك. مرحبا بكم، اللي عنده شي استفسار ولا شي تساؤل يخليه لينا عن طريق الواتساب. منظمات هادو اللي تيداروا جنب ديال الثلاجه هما تما راه جاو كانوا تقاداو بجوده ممتازه اللهم بارك، تما راه كاينين. يعني مرحبا بكم محل طوب ارتيكل سوق القريعه، وتطمن لي اللي عنده شي استفسار ولا شي تساؤل يحاول يخليه لينا عن طريق الواتساب، وان شاء الله راه غادي نجاوبوا على جميع الاستفسارات ديالكم والتساؤلات ديالكم. ان شاء الله نلقاكم على خير، كان معكم امين فريق عمل طوب ارتيكل. ما تنساوش تخليو لينا الاستفسارات ديالكم التساؤلات ديالكم، اللي احتاجتوا اي مساعده او خليو لينا الملاحظه ديالكم على الشرح، واش عجبكم الشرح، واش نزيد نختصروا في الكلام او نديروا فيديوهات قصيره، يعني خليو لينا الاستفسارات ديالكم والملاحظات ديالكم. مرحبا بجميع الملاحظات ديالكم، وكنشكركم بزاف على حسن التواصل ديالكم معنا والتتبع الطيب ديالكم. شكرا بزاف لكم، والسلام ورحمه الله تعالى وبركاته.